الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه ومن والاه. مدانا كان لك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله نكي نبنا عن كرية القابينوغن رقم 5، الحديث كمان حديث رقم 5، حديث عن كرغن نحدي سنين وليو قابكن لاقش إن شاء الله واسنا له حديث سنين ناو أحكام القابل رقم باب الطهارة ما لبك قمدنا ديبا ضروري يعني هنا الدنيا لنفعتنا هنا آخرة رير إن شاء الله. الحديث 5 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، والمسلمين لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنوب. ني حديث نص حديث عقن. الراوي هو أبو هريرة، وأبو هريرة معنا قابني خندي أبو عبد الرحمن الساخر قديم خن. موضوعنا حديثه وريد قاب حقن. ورانا قلنا موضوعني وانا حديثني. بيان حكم البول في الماء الراكد والاغتسال فيه من الجنابة. عضو ينبو بركتو عيقو أبتر مراري سموي لهمباو أعقرب سو تراخو لهمباو نواتك أو حاجات حفير أخن قلا أخن إن أغنيل إنقارنا ويا حقن نيه تلقى بحقن ناق نا لا أكان لنبو نا نيل النبي صلى الله عليه وسلم وريق ناس يخن نيه تقارنا وقن نيه نقن أمودو عن حديثه أن أغضوي هم بولي لا أكان لي عيقل أخن أبتل أخن سموي لأخن كوكان لأخن راكويل دوكا أخن حفير لأخن عقدوي هم بو سبت هم بو حركت سقو فرقو لي نيل شخنا نيل قسل إسنا اقتصال إسنا نيل قاب حقون أن حديث نين الموضوع نيو. طيب نان كلمات سوق النوغن لا يبولن الشخاقين الدائم الشيء الثابت المستقر دائما بحقون الذي لا يجري لا يتنقل فرا له من أكان لذا كان يقول قايتا لاني لا ينتقل من مكانه بالجريان، وهو تفسير للدائم. نين التفسير دائم تقل حرك سلار ثابت رجل دائم رجل جنان معناها لا معنى تقل لكن تفسير عند الدخول تقل ثم يقتصل نين ان اقتصال جوا نقل معنى ناخ شخاق ينهر ديبو اقتصال ينهر ديبو نيوك لاغش اشارة مبق ديبو حكمة يعني نهي مبق ديبو احقين النهي امر مقابل جن نهي يستوجب التحريم والأمر يستوجب الوجوب. يعني ما الناس عدنين النبي صلى الله عليه وسلم سجرنا يا ولد أمي سينولو شخني وريق تحذير مقضي بقنا توجيه مقضي بقنا. ولا يغتسل لا نهاية والفعل بعدها مجزوء يعني خلاص الحديث اللي ينقرك هذا يوم لا يغتسل وهو جنوب يعني جنابة وانوديبو اغتسال كامل نجناب اثنين وري نبخيس اكوك وري جماعة اكوك انزال المني قمو من ندنبي يعني مني في من ندنبي وري قنجد نبخيس نبخيس اخن وري جماع نيكودين عيال دي وانونسك اخو من الانسان جنوب هم بخديبو تراو قال نقاب ناس ناس نابا يكون لهم عنك تفاسير دي يكون لهم كون لا لا ريسي نين امانة علم وقن حياء اللديبو استحياء اللديبو كجير اللديبو وصار اخن نساء اخن نبقي تو ما جنجا وما خيال سو وما قذفت ماني فاق منه أخي نهار آخر نسانك حاجات نرو شوات نرو فرر من ورقر وشوات نيو فاق منه ورنا بقي يسي وري جنجد عائلة ما مارسة لاقش جماعة الوانونزك فرو ناق دوي هم بولي انقادو هكلا قلوني شخيرة ديو من ناق دوي هم بول هكلا ديو النبي ناس يقول صلى الله عليه وسلم نين معاني إن كلمات وقن نان نشرح إن إجمالي تل طبعا الناس ينخون ديو قال نون لقن من يدن بي فوائد حديثه اللي يرتونه وقن اللي تنبيه وانا قرنال دوينا ديو من لاقش الشرح الإجمالي نحدي سدني وشرحني ورانا جملة اللاقش للشريعة الإسلامية عناية كبيرة في الطهارة والبعد
عن أسباب الضرر. وفي هذا الحديث يخبر أبا هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى نهيا مؤكدا عن البول في الماء الراكد الذي لا يجري، لأن ذلك يقتضي تلوثه بالنجاسة والأمراض التي قد يحملها البول، فنضر كل من استعمل هذا الماء، وربما يستعمله هذا البائل نفسه فيغتسل منه، فكيف يبول فيما سيكون طهورا له فيما بعد، كما نهى صلى الله عليه وسلم عن اقتثال الجنب في الماء الراكد، لأن ذلك يلوث الماء بأوساخ وأغذار الجنابة. نين إن معنى الإجمالي رغن نشر حين سنك نايخي ولي قلنا إنسان جنوبهم باق وإن إنسان إنشخنا وتكون حيات نيل أخاوك انتغنا بشخن ديبو أخاوك انتغنا بانقاران ديبو نعنين جي إدرس الحر أخلا انقارنا درس الحر أخلا نجستروغ انتغار درس الحر أخلا ما نصبات ند إن حكمة هم باق ديبو نعشانين أخرش أخلاني وريق إن أقول دويهم بولي إن أقولنا أورولي إن أقولنا سمويولي أقولنا عيقولي أو نوات كولي. فوائد الحديث إن حديث نيد ولا استفيد نوكم منه نجاب يسترجع ولد نهاية كرت خلاصة زبدة فينا ورد فنوكم منه لقنا لاقش أنكو صنعتهم بقى نعم كو صنعتني ورا نجن. النهي عن البول في الماء الدائم الذي لا يجري، والنهي للتحريم إن كان الناس يستعملون ذلك الماء وإلا فالكراهة والغائد كالبول بل أشد منه. نين لا رجن ناو ناس الدام جي إدر قريت الأستعملون أكنوا نموضع نين حرام جن ما كراهة در زيادة مقديبو ما كراهتك يا حقيت تحريم دوكا قاية مقديبو ما نصابت ند لاو أنت بهرو شاو لينا جواز البول في الماء الذي يجري، لأن البول يجري مع الماء ولا يستقر، لكن إن كان في أسفل الماء أحد يستعمله فلا يبولن فيه، لأنه يغذره عليه. نا أقنين نا أقن فرو قريولي نيل الله شخن إن شخن عبي فرو، لكن نيسوقيس قدام بق استعم فعسا قبوم والقلب أخبوم والقدام وانا نيل نعقل أويس شخص قدام شخير ديبو قدام الداق الأكلاني الناس أبات ندوريه يعني أشكالهم بقديبو أزارهم بقديبو ضررهم بقديبو وسا خطرهم بقديبو. طيب النهي عن الاغتسال في الماء الدائم من الجنابة، والنهي للتحريم إن كان يفسده على من يستعمله من الناس وإلا فللكراهة. نا قدو فائدتي ان سيقاري نا أقنا دوي همبو اقتصال جنابات لد آخر ديبو شخلا نهاية مقديبو نهاية تحريم حقن إن كان يفسدو جيب دخل لكن مرة إني أشكال سير نيلون سير نيلون سير قيارو أكن على من يستعمله من الناس حقدا بيا كراهة بقديبو، لكن نهي تحريم جن أي شيء يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم موضوع عنيس سجله نوايا حبيني نهيته هو ما ديبو أي حاجات ويقال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ينا كونين مش كده، نهي بمعنى تحريم جن أي سنة نهي بقديبو يناوكا معنى تحريم جن ما حرم خلو النبي صلى الله عليه وسلم. جواز الاغتسال من الجنابة في الماء الجاري كدو ان اقوم فرو غان بولي نيلد كره يولد او محرك سولد ثابت حقا ولد نالد كافيرا شالي ورما نقول تورا تورا نهبر ما فرن من قاصرن كفي غسي نين جائز جن جنابه تدن قارته دي كما كمال الشريعه ام كره نيني من فوائد كمال الشريعه الاسلاميه لعنايتها بالطهاره والبعد عن أسباب الضرر. يعني نشريعتنا لي ما شاء الله تبارك الله كاملة شاملة قن لا ضرر ولا ضرر لقرر قن ما ضررتن بخديبو
أذيتهم بقديبو إنساند حيواند برد نيدكد جرب دلالني وريوح نظافتي طهارتي حفاظي الدام لير أخن بيئة لير أخن أكانات لير أخن أغلير أخن حيوان در أخن نيدك وجرير شاملة الكاملة تلقين شريعتي ناري نويل رجن نان تنبيه قال يقهم بوقنا تنبيني ورنقن ظاهر الحديث لا فرق بين الماء الكثير والقليل لكن النهي في القليل أوكد لأنه أسرع تلوثا وتقيرا والماء كثير والكثير جدا الذي لا يمكن أن يتأثر بالبول أو يتلوث بالاغتسال كماء البحر لا يدخل في النهي وأما الماء الدائم لفترة معينة كمياه البرك التي في البساتين فإن كان يمكن أن يتأثر بالبول أو يتلوث بالغسل لقلته أو بطء ورود الماء الجديد عليه فإنه داخل في النهي وإلا فلا يطهر دخوله فيه والله أعلم ناني خدنا نان ذكرنا سنة قلنا تنبيهنين أن أعو قريو دي أن أعو قطو دي أن أعو ضويهم بودي ناسك ناس فصل قلنا إنسان بحر لطواق ما فاق منه نيم الأشكال أخلا ديبوني أن أعو نسبت نيد نهاية سواء أن أعو ضويهم بودي نقطو أعو قريو أن ترى لهم أريو حبرسي وما إنشغد أن قلنا حاجات فصل لهم إنسان اللي غير أنتو جيرمنا من قاردمنا من طهر سرمنا أخذ هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.